ما حكم الذي يعمل في المقاهي ويقدم الشيش والدخان للذين يرتادون هذا المقهى؟ وما حكم الكسب الذي يكسبه من هذا العمل؟ أولا بيع القات والشيشة والدخان هذا حرام، هذه مواد خبيثة، مواد ضارة، مواد منتنة فاسدة، فهي حرام ولا شك في تحريمها لما فيها من الخبث. الله جل وعلا يقول في وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وكل خبيث إنه حرام. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الله أباح لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، فهذا الدخان وهذه الشيشة وهذا القات هذه محرمات وثمنها حرام، بيعها حرام وثمنها حرام، ولا يجوز للعامل في المطعم أن يقدمها للعصاة الذين يستعملونها، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.